حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم بكل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فمن دهوك للفاو تقدر تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام، أما من خارج العراق وأيضا من الداخل هم يعني تقدرون تحصلونه على واحد من ذني الأرقام الاثنين، تقدرون تتصلون علينا بأي دقيقة من دقائق البرنامج. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا، هذا الرقم إذا تلاحظون مكتوب هنا عبر الرسائل، فرقم الواتساب ما مخصص للاتصال مع الأسف، رقم الواتساب مخصص للرسائل النصية المكتوبة. أتمنى أنه تبعثونا رسائل نصية متبوعة باسمكم ومكانكم في حال ما قدرتوا تتصلون علينا على أرقامنا الثانية. الفيديو اللي شفتوه، أو قبل ما نحكي على الفيديو اللي شفتوه، اليوم اكو رابط عجيب ما شاء الله في كل تظاهرات تصير بالعراق أو في كل احتجاجات تصير بالعراق. لو نفكر بها بعقلانية، ماكو احتجاجات تصير بالعراق أو بالعالم إذا ماكو شيء يستحق هاي الاحتجاجات. الناس ما خلصانة من روحها، أو الناس ما ضايجة من أنفسها بحيث أنه تطلع للشارع أو تتحمل ذل ومهانة للا شيء. أكو أسباب، بس هسه إذا نرجع أكو رابط مشترك بما يحصل اليوم بالعراق. هم يقولون العراق حسب محاصصتهم أنه البيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي، هاي محاصصة السياسيين مو الشعب. فصارت تظاهرات بالمحافظات الستة المنتفضة، ومع الأسف صار بيها اللي صار، وكلكم تتذكرون نور المالكي شلون دخلوا وسحقوا متظاهرين بالموصل، وشلون تعاملوا ويا المتظاهرين بكركوك، وشلون تعاملوا ويا المتظاهرين بالأنبار، وكذلك تظاهرات الجنوب. وبالبداية كانت تظاهرات على مطالب، بس بسبب القمع الحكومي تحولت إلى ثورة، وثورة تشرين كلكم تتذكرون شنو اللي صار بثورة تشرين، وشون تعاملت وياها الحكومة العراقية، وشون تعاملت وياها القوات الأمنية، وشون تعاملت وياها الميليشيات، وش قد ثوار تشرين نطوا من دمائهم الزكية لأجل هذا الوطن. واليوم عندنا تظاهرات بكردستان. هاي التظاهرات بالبداية بدأت بسليمانية، بدأت لأنه الطلاب يقول لك احنا ما نقدر نعيش، ما نقدر نتنقل من مكان سكن الداخلي إلى الكلية بسبب أكو قطع مرتبات، بسبب أكو مخصصات للطلبة ما موجودة أو ما مدفوعة لحد الآن، سبب أكو فساد. فطلعوا الظاهرة، واليوم أكو اتساع بهاي التظاهرات. أربيل، دهوك، زاخوك، إذا تلاحظون أكو اتساع، أكو وقفات تضامنية مع تظاهرات سليمانية. ساحة التحرير مثلا، ساحة حبوبي بمحافظة ذي قار بالناصرية. إذن يعني هذا الاتساع أنتم بنظركم شون تنظروا له؟ هل تنظرون إلى أنه ما يحصل اليوم في شمال العراق راح يخلي العراق مرة ثانية تحت وطأ حكومات ما تدير بال لهاي الشعوب أو لهذا الشعب عفوا، وراح نشوف عمليات قمع، وراح نشوف عمليات قتل، وراح نشوف عمليات إصابة، وراح نشوف ناس توقع ودمها يسيل على الأرض مثل ما صار بالمحافظات الستة المنتفضة، ومثل ما صار بمحافظات ثورة تشرين
محمود من الموصل ويانا، حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استاذ بس نعطيك مجال شوية نحكي شوية، عندنا لك كل المجال اخوي. انا عندي ولدي سنين، انا اليوم هم 5 سنين على الكسر. نعم. من راحوا؟ مش مني انا، رحت مني انا البارحه، رحت على بغداد. نعم. وصلت بغداد بتواصلت من هذا البرمود. زين. كل حاجة يحذروني تحت الدواعش، يابا أنا ما رايح عندي معاملة يابا، ووصلت على واحد الشخص. نعم. الشخص اللي وصلت عليه قال احنا عندنا، احنا شفنا قبل اسبوع على الفيس، قال عندنا سجنين، الرضوانية والسجن المثنى. نعم. قال السجن المثنى ب 6000 واحد ما حد يقدر يوصلهم. هذا اللي جوا القاع. كاتبين الحزام وهم مستولي على المخابرات العراقية اخوان. نعم. قلت له والله هذول تابعين نور المالكي. قال هذول ما حد يقدر يوصلهم. هذول من كوبين ومن سيل، لان عندنا فيهم. قال نور المالكي قال 3000 مخاطر مخليهم جوا ايدي. نعم نعم، شكرا شكرا لك اخ محمود. هذه احدى معاناه الشعب العراقي ومعاناه الاخ محمود اللي شرح لكم اياها الان. لكن موضوع حلقتنا اليوم انه اكو تظاهرات اليوم بالشمال او في مناطق اقليم كردستان العراق، تظاهرات طلابيه. اذا نريد نعيد الذاكره، ثوره تشرين بدت بنفس الحاله. واحده من شرائح التظاهرات اللي صارت بال 2019 هي الشريحه الطلابيه. إذا هل اليوم العراق أمام ثورة شاملة من شمال العراق إلى جنوبه بكل أطياف الشعب العراقي نتيجة اللي دا يصير، اللي دا يصير اليوم من قمع حكومي؟ الفيديو اللي شفتوه إطلاق رصاص حي، نفس اللي صار ببغداد، نفس اللي صار بالناصرية، نفس اللي صار بالبصرة، نفس اللي صار ببابل، نفس اللي صار بكربلة. فأنتوا شلون تشوفون هذا الأمر؟ أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أسد. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أسد إذا سمحت لي، هم يدعون بالديمقراطية. نعم. يعني هم مو هم هسه اللي كلهم بالحكومة أو بالأحزاب، مو هم كانوا معارضين برا، مو هم كانوا يطالبون بحقوق؟ ليش عليهم حلال وعلينا حرام؟ أنا جاي أسألهم هم. هم مو كلهم كانوا برا، هم كانوا يطالبون بحقوقهم. واحنا معارضة، عمنا احنا مو معارضة، عمنا احنا نريد بس راحة، راحة نريد ارتاح كافي. 19 سنة يعني وين؟ آه 19 سنة وين يودونا بعد؟ يعني وراء هاي 19 سنة وين يودونا بعد؟ فجسد إذا سمحت لي. نعم. ترى ماكو اليوم، ماكو واحد يطلع اليوم لحاله. يعني أنا هسه لو عائلتي مرتاحه وعندي مال اقدر اعيشهم ونفسيتي مرتاحه، اطلع الظاهر على شنو؟ عليش الظاهر. ادري بنفسي راح انقتل، انا ادري بنفسي راح انسجن، بس عندي وسائل الراحه ما موجوده. العالم من غيرها استاذ اسد جاي تطلع. يعني هم لو عندهم ضره من غيره، ليش انتم شلتوا برا تناشدون والعراق والعراق؟ يعني ليش انت يا كلس الشعب وصلتوا لهاي المرحلة؟ ووصل إلى مرحلة ناريات. يعني هاي الحبوب وغيرها والانتحار ما جاي يحشفون أحساب هاي؟ يعني الله ما يخافونه؟ نعم. وانت يا أستاذ مسعود، إذا سمحت لي أستاذ مسعود، انت مو قضيت نفسك معارضة؟ هاي عليك حلال وعليهم حرام؟ وين الديمقراطية تبدأ بيها يا خائن؟ خونة دولة، خونة دولة، ذرة شرف ما عندهم، غيرة ما عندهم. لو عندهم غيرة ولازم المتظاهرين يضربون بهم بالإطلاقات النارية. بس كم استحوا على أنفسكم، خليتونا مهزلة قدام الشعوب، عيب عليكم. وكم هذا خيرات العراق وين جاي تودونا؟ وين تودونا؟ خارج العراق؟
والله من عمة عين كل واحد ما عنده ولاء الوطني. وأنا أشكرك أخوي. شكرا أبو عراق. صباح من بغداد، حياك الله أخوي. السلام عليكم أستاذ أفند. عليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي. طبعا هو هذا الأحزاب الموجودة في شمال العراق هي الأحزاب يسموها باسم عوائلهم، حزب الطالباني وحزب البرزاني. يعني العراق كله يعاني من جنوبه إلى غربه إلى شماله، الشمال أيضا يعاني، يعني يعاني من الفساد الموجود في الإقليم، ويعاني من نقص الخدمات، ويعانون من كل شيء. والدليل على هاي المعاناة مالتهم، احنا شفنا هاي المشكلة اللي العراقيين الأكراد اللي محصورين بيلاروسيا، أغلبية الموجودين منهم من الأكراد، أخوتنا الأكراد. إذا أكو معاناة جاي يعانيها المواطن الكردي في شمال العراق، سببها أيضا الأحزاب الفاسدة. يعني حزب طالباني وحزب برزاني هم جزء مثل حزب الدعوة مثل غيرها، وكانوا متآمرين على العراق. بالعكس إن حزب الاتحاد الوطني كان مع إيران بالقتال ضد الجيش العراقي، وإحنا نعرف عد لهم صفحات غدر وخيانة عديدة في شمال العراق. يعني كانوا يسوون مهمات وغيرها، وحتى مع الحلبشة وشمشمان وغيرها، وعدة مشاكل موجودة. أي الآن المواطن الكردي يعاني من نقص بسبب الأحزاب الفاسدة. يعني شفنا هاي التظاهرات الطلابية لجامعة السليمانية، يعني هذا جزء بسيط من ما موجود. يعني نقص خدمات الأقسام الداخلية والمنح اللي ما يعطوهم إياه، كلها تسرق من قبل الحزب الحاكم. يعني فهسه الأكراد هم جزء من عراق، يعني جاي نعاني كنا نفس المعاناة بسبب هاي الأحزاب القابعة على 18 سنة صار لنا نعاني من عدها. يسرقون ويكبرون في ما يسرقونه في خارج العراق، ويستثمرون خارج العراق، والمواطن العراقي سواء شيعي أو سني أو كردي يعاني الأمرين. يطلعون المظاهرات يعتبروهم ناس خارجين عن القانون، ويتعاملون معهم بالنار والحديد. يعني شفنا احنا الافلام اللي نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي كلها مع الاسف عليها، هم عندهم شغب وعندهم رصاص مطاطي ورصاص حي. فالجماهير في السليمانية بعد ما تتحمل. يعني هاي احنا مثل ما صارت المظاهرات شيء بسيط بدهم بيها الناس يطلبون بمطالب، جاهم الأحزاب الحاكمة وقتلهم 1000 شهيد في ثوار تشرين و30,000 جريح. وبدت المطالب بسيطة، الحكومة ما نفذتها. أيضا في السليمانية مطالبهم كانت كلش بسيطة، هي المنح الدراسية والوظائف والخدمات وتوفير للأقسام الداخلية المستلزمات اللي يحتاجوها من وقود وتدفئة، وإحنا مقبلين على الشتاء. فهسه راح تشوف الامور راح تصير بالتصعيد اكثر بعد. يعني الناس ما تتحمل هاي الاحزاب، لان عرفناها وكشفناها انها احزاب فاسده حقيقيه. يعني الصباح انا السؤال اللي يعني هسه اريد اساله، انه السلطات في اقليم كردستان العراق ما شافت اللي صار في ثوره تشرين، وما شافت الدم اللي انهدر بثوره تشرين، ما وقف الثوره. لليوم هي ماشيه، لليوم ثوار تشرين هم ما وقفوا، لليوم ثوار تشرين يقولون دماء شهدائنا، لليوم يقولون خدماتنا، لليوم يقولون مطالبنا. زين ليش يمشوا على نفس الخطى؟ استاذ أفل، احنا كل العراقيين، يعني احنا عندنا مبدأ ان الحكومة هاي واحزابها سواء الاحزاب الشيعية الاسلامية او السنية او الكردية كلهم احزاب فاسدة، فاحنا نعرف بهم فاسدين. لكن هم ما جاي يتعظون من اللي ان الشعب اذا اراد شيء يسويه. أما هم راح يستمرون بحكمهم، ما راح يستمرون، راح يستمرون بقمع. فالأحزاب ما جاي يصير عندها درس إنهم جاي الأحزاب جاي تتساقط، مثل حزب الدعوة ومجلس الأعلى الإسلامي والقائمة فتح ودولة القانون ومن لف لفهم، أيضا حزب الديمقراطي وحزب برزاني أيضا راح يتساقطون. وهم حاليا فعلا عند بأنظار المجتمع الكردي ساقطين، يعني يعرفوهم هذول ناس فاسدين وسراق. لكن الأحزاب ما راح تتعب، يقول لك أنا لازم يدافع على المنصب والكرسي والأموال اللي جاي يسرقوها من آبار النفط والميزانية اللي جاي تجيهم، فراح يستمرون بقتل الناس وترهيبهم واعتقالهم. فسيصورون أنهم راح يوقفون إرادة الشعوب، فهذا شيء مستحيل. لازم يجي يوم وتطلع شمس وكل هاي الأحزاب هاي ينداس عليها، سواء أحزاب كردية أو شيعية أو سنية. كلها أحزاب جربناها 18 سنة وعرفناها يعملون تجيبهم الخاص، أما للمواطن العراقي وتوفير خدمات
وبناء بنية تحتية حقيقية للدولة ماكو. كلها لهم. نعم، شكرا شكرا لك أخ صباح. عبد الله من القرمة، حياك الله يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون مستر شلون؟ هلا بيك يا الغالي. سولفنا على هاي، سولفنا على المظاهرات وما مظاهرات، زيارة المظاهرات في شمال العراق. نعم. ألو. عن مظاهرات، مظاهرات ثورة تشرين، مظاهرات في العراق، المظاهرات اللي طلعت في 2013 في محافظات الستة المتفقة. نعم. وبالذات محافظة الأنبار. نعم. كانت مظاهرات عارمة، وضخت المظاهرات، ضخت بالاعتقالات، وضخت بالشهداء، وضخت في نفسها، وضخت في أموالها، وضخت في كل شيء. نعم. واليوم مظاهرات، قال مظاهرات تشرين ومظاهرات شمال العراق، وين كانوا قبل 2013 مقابلة المناطق المحافظات الستة المتفقة؟ خرفوا من هذه الطبقة الفاسدة من جنوب العراق إلى وسط العراق إلى شمال العراق. نعم. وين كانوا يعني؟ وين كانوا اليوم؟ اليوم صايم مظاهرات، مظاهرات ثورة تشرين، مظاهرات شمال العراق هسه، وين كانوا قبل يعني؟ وين كانوا؟ اخ عبد الله يعني احنا ما نقيسها هيك اخ عبد الله، احنا كنا نعرف اللي دا يصير لا. اليوم بالعراق، لكن اذا اريد نقيسها انه هسه حاليا اذا اريد نقيسها العراق كله منتفض، لا المحافظات الست المنتفضه او الديره الغربيه مثل ما نسميها ويسموها ولد القريه راضين، ولا ولد الشمال راضين، ولا ولد الجنوب راضين، كل العراق اليوم من شماله الى جنوبه متضرر. اذا تجي على اي طائفه، اذا تجي على اي قوميه، اذا تجي على اي جزء موجود من جزيئات الشعب العراقي اللي عايشه بالعراق هو متضرر. استاذ العزيز، المناطق الغربيه بالذات محافظه الانبار وهي القرمه والفلوجه والرمادي وكل محافظه الانبار تهزت من 2011 لهذا اليوم، اعتقالات، أنطت شهداء، أنطت ما أنطت لأجل العراق، ولن يحرك ساكنا لا جنوب العراق ولا وسط العراق ولا شمال العراق، حرك ساكنا ويا المناطق المحافظات الستة المتفق. نعم 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 نعم، شكرا شكرا لك أخ عبد الله. كان المفروض يدخل ويانا بالبرنامج محمد من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مع الأسف انقطع الاتصال. أخويا محمد أتمنى ترجع لنا حتى نسمع رأيك. ضياء من الفلوجة، حياك الله يا ضياء. ضياء، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك استاذ؟ شلون الصحة؟ نحمد الله على كل شيء. تحياتي لك والبرنامج قناة الرافدين. حياك حياك وبياك أخويا. شخبارك استاذ؟ استاذ اليوم موضوعكم على المظاهرات غير استاذ؟ نعم. نعم تعالك استاذ، احنا من 2003 جبناها مظاهرات وكورونا كل شيء ما اتهمنا، يقول لطم شمهود احنا هم قبلك ترى هم طلعوا اعدام وظلوا غادمون يا بغداد والى ما اللهونا ووقعونا خالي خلانا على الحديدة. فهسه هذول هم خطيه هم مساكين يعني هم الله دعم ترى ولد عمنا ولد دمنا ولحمنا ودا نروح نشتغل ونشوف هاي الوضعيه. نقول حكومتنا الرشيدة عم يا رئاسة الوزراء انطوا حقوق هاي الناس، يعني احنا ما شاء الله بلد غني والله يا ساد وعندنا خير والناس يعني احنا شو اهل الخير ما ابو ناس قام تصدق انا شو بالعكس يعني هاي الناس ما خليها تروح يعني ضحايا. هو ترى هذول بيناس احنا عراقيين ما اكفرك كل اخوان ابن المصرية ابن عمارة ابن الانبار. فيا ساد والله يوم حكومتنا نقول لهم يا ابن انتوا عليش اللي قاعدين المنطقة الخضراء فانت حقوق هاي الناس عن طالب هذا حقه. اخ ضياء اخ ضياء اخ ضياء، المشكلة العراق بلد غني صح؟ نعم. زين تعرف نسبة الفقر بيه تقريبا 50%؟ نعم. يعني 20 مليون انسان. استاذ احنا ولون الحرامية اي شيء جاي الله يذب لنا من فوق تقول الحرامية وياخذونه، والله ما اخاف ولا سعانة عندي شارع سيء الله وكلك. نعم.
والله العظيم اروح من الجرمه اروح اجيب لي 10 15 لا راتب لا ولا قوه. شو اسوي البطاله تدمر يا استاذ؟ ترى هذا عنده بطاله يقوم يبوق احتمال يسلم. فاشغل بشيء اشقي للمعامل اشقي. ترى عندنا معامل حصوه معامل جوس عندنا الدنيا احنا اغنى بلد يا استاذ. يعني منين ما تجيها خير يقول منين ما توديها تغرق. فنقول لحكومتنا شغل هذا البلد العاطل لا تخلي يقوم يبوق لا تخلي يستلم مخدرات لا تخلي شيء. والله يوم حكومتنا هسه الموضوع الكره يمهم هم جاي يلعبون بكيفهم استاذ. والله العظيم لو هم عندهم حق الله صحيح تعال عمي هاك حقك والله امن وامان وفير شغلات وابن الناصر يجي على ابن الانبار وابن الانبار يروح على الناصريه والله العظيم يصير ولد عم. فيا استاذي وخير الكلام ما قلوا دل هاي اليوم نصيح ونحكي ونستكل الله اتاكد الله اني هاي الناس خطيه فقره هم على باب الله هم ما عاد يا اخي. نعم إيه شكرا وشكرا شكرا شكرا لك اخوي جزاك الله خير حياك الله اخوي. من ديالى سجاد حياك الله يا سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. سلام عليك شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. أستاذ هذا عندي فد رأي لازم أطرحه من خلال قناتكم. قناة رأيي رأي ما تستغل بحارة صدر أو لا. شلون؟ رأيي اللي راح أطرحه تستغل بحارة صدر أو لا. إيه. ألو وياك دا أسمعك. اسمعك سجاد. سجاد رايي ايه هذا الشيء اللي كمل ده اسمعك اخويا. اقول لك كانك انت حد غنى طرف الدين. حياك الله اخويا تفضل. جوت تقدمون المحتوى وتقدمون التقرير سمونا ابناء الحشد الشعبي بالميليشيات. ليش نسمي الحشد الشعبي بالميليشيات؟ نعم يعني هذا الجواب السؤال نسأل على اللي البرنامج هواية وهواية جاوبنا أستاذ عزيز. نعم أنا اليوم ألزم ريموت وأبدأ أظل على قنوات القناة العراقية حرة للجميع بعيدا عن الأحزاب بعيدا عن كل شيء ولكن رموز الأمر حفظ السمعة لها اليوم الحي الشعبي تحت قطاع حكومي وبأمر رئيس الوزراء وبأمر كل الاحتياجات لتلبية سلامة المواطن. أخ سجاد بالنسبة إلى قضية الميليشيات ليش نسميها ميليشيات؟ لأنه هواية جاوبنا على هذا السؤال بس راح أجاوبك عليه. أخوي العزيز الأفعال اللي صارت اليوم مثلا في محافظة الأنبار وفي محافظة نينوى بعد حرب التحرير أو ما تسمى بحرب التحرير لأنه سياسة الأرض المحروقة ما تفعل حتى بالحروب مع العدو مع مدن مأهولة بالسكان لكن فعلت مع نينوى وفعلت مع الأنبار واحترقت وهدمت 90% و80% من البنى التحتية غير اللي هجروا غير اللي قتلوا. يعني سميت بالميليشيات مو بس الرافدين تسميهم ميليشيات أكو هواية ومحللين وكتاب وجرايد وصحف ومواقع أكو هواية. لكن أخوي العزيز هذا الجواب جاوبنا عليه. أما تسألني تقول لازم نحافظ على المسميات فراح أسألك سؤال إلك أتمنى أنت تجاوبني عليه. الحشد الشعبي والذي من المفترض أن يدافع عن سيادة الدولة العراقية حسب ما يقول ويدافع عن الديمقراطية العراقية حسب ما يقول هو أول واحد من ضرب الديمقراطية اليوم بالعراق بعرض الحائط واللي صار على أبواب المنطقة الخضراء دليل إلك وأتمنى جواب كان كافي. شكرا جزيلا لك أخ سجاد. محمد من بغداد حياك الله. محمد تسمعني؟ يبدو أن محمد انقطع. أتمنى يا محمد ترجع لنا. أبو أحمد من كربلاء حياك الله أبو أحمد. الله يساعدك أخوي العزيز. هلا بيك يا الغالي. عبد أعلق على كلام سجاد. نعم أشد من جاد الفتوى من طلعت الفتوى ايه من طرف الفتوى عندنا خلي يسمعني
عندنا ميليشيات، عندنا ميليشيات، ميليشيات ايران استعملت مثل هذه العامري والجماعه والمن يدري بيهم الاحزاب هذول كانوا ياكلون وينامون ما حد يدري بيهم. الفتوى من صارت الحشد، الحشد اللي ركض، اللي ركض بالكويتيه، ركض هاي الاطفال اللي سايق بالسيارات وركضت، هاي يسموها، هذا يسموه حشد. بس اكو الحشد اللي كان زرعته ايران بالعراق، حركته شافت العراق راح يضيع من ايديها، فهمت شلون؟ نعم. شافت العراق راح يضيع من ايديها، فحركت هاي الميليشيات اللي بالعراق اللي زرعتها ايران. يا استاذ سجاد اسمعني. نعم. وما زالوا ابو احمد، ابو احمد اذا تجي على قاده العصائب، وعفوا زعماء العصائب وبدر وسرايا وغيرهم وغيرهم لحد الان يدافعون عن ايران ويقول لك احنا ويا ايران. هذول كلهم ميليشيات اللي زرعت من ايران، احنا 13 سنه ما نرميهم. نعم. احنا 13 سنه ما نرميهم استاذ. في أميت ما حد يدري بيهم، ياكلون وينامون وتدعمهم ايران لا العراق يدعمهم من معنا. في أميت من جوا لي جوا، فرق فرق من يدري بيها. الحشد يا استاذ سجاد، الحشد، الحشد هذا الركض، الركض من اطول الفتوى ركض، هذا حشد. هذاك هذا ميليشيات مسلحه، مسلحه كامله، من من طب داعش، داعش من هم انا احكي لك يا فريد نوب، هي هم داعش عطى اللحى المالكي وأوباما بوقت أوباما، هم هي الثورة السنية، الثورة السنية المرضة الاحتلال، المرضة الاحتلال هم سموهم دواعش، هم مو دواعش عم ذولا، وطبقوا عليهم دواعش وخربوا الثورة، الثورة السنية خربوها. أنا أقول لك بس أنا، بس أنا ما نقدر، هاي العالم ما تعرف وسالفتها طويلة هاي، ومرض ما نريد ندخل بهذا الموضوع. موضوعنا اليوم التظاهرات اللي تصير بالعراق. اليوم العراق دا يشتعل ابو احمد. اليوم اذا تجي على تجي محافظات الغربيه، او خلينا نحكي مثل ما يحكون السياسيين، المناطق السنيه مشتعله، المناطق الشيعيه مشتعله، واليوم المناطق الكرديه مشتعله. هاي مثل ما هم مقسميها، مو هم مقسمين الرئاسات الثلاث حسب هذا التقسيم. زين، ليش ذول ذن المناطق مشتعله؟ ليش اليوم العالم ما مرتاحه؟ ليش هذا البلد الغني اليوم 20% عفوا 50% من شعبه فقير؟ ليش هذا البلد غني ما بتعليم؟ ليش هذا البلد غني ما بزراعه؟ ليش هذا البلد غني ما بصناعه؟ ليش اليوم عندنا بطاله؟ ليش اليوم عندنا اميه؟ هذن كلن اسباب ادت الى خروج الشعب العراقي، لكن ليش هذا القمع اتجاه الشعب العراقي همنا؟ يعني؟ اخويا العزيز، مؤامره على العراق، مؤامره على العراق كبيره. العراق اذا وقف على رجله وكم شو ناس صدق ناس يضرب السوق العالمي كله تقريبا، ما تدري انت يعني احنا لا كهرباء لا ماء لا تعليم لا هاي نهونه في النوب. العراق اذا اكل شتا زينه التعميد وناسها غيره وصدق بلد هاي بلدان يضرب السوق العالمي كله يضربه. يعني شفت الكهرباء، الكهرباء ليش ما يعطونا اياها؟ هاي الكهرباء اذا اعطونا الكهرباء نروح نستورد معامل، اذا استوردنا معامل عند عملنا فوق نقول نسمع احنا، بس احنا بكربلاء بشارات الريج يبيعون اربع قمصان بلف، هاي القمصان من فوق اذا جبنا معاملها نقوم نحاول بلف. التعليم، التعليم من هو بعد الانسان لما ما يبقى يعني واعي. نعم. شو يقولوا لي صدق؟ شو يقولوا لي صدق لكم؟ اجى السيد رجله وراء، اجى المعمم رجله وراء، اجى بزيهم واحد من دول رجله وراء، الانسان محشش. نعم نعم نعم. على البلد العراق، العراق غني، ارض وسماء وميه وكل غني. نعم نعم. يعز الدول المجاوره ياذيها. نعم نعم. شكرا، شكرا جزيلا لك ابو احمد. جاسم من بغداد، حياك الله يا جاسم. هلا هلا بيك يا الغالي. هشوف ابو خدو، هلا بيك اخوي جاسم. تسمعني جاسم؟ لا، ضاحب البغداد.
حياك الله اخوي العزيز وحيا الله اهالي بغداد. تفضل اخوي. بس اتمنى اتمنى تنصي لي صوت التلفزيون، ده تسمعني من التليفون افضل. نعم أنا أخسرت الكلام. نعم. أحس عادي. شون؟ أجل نفس الوقت التلفزيون راح أخليه. أي أخويا تفضل. سمعان بالشاعر جو الحطام ذي المتنف. يقول يقول أتذكر إذ لحافك من جلد شاتن وين أحلاك. سبحان الذي أعطاك ملكا وعدل علمك جد. سمعنا هذا؟ نعم. هذا؟ وهاي اعتدوا كلهم خريج الكليات مو؟ شكرا شكرا اخويا جاسم. ابو شيماء من بغداد، حياك الله ابو شيماء. الله يسعدك حبيبي. ويساعدك يا الغالي. شلون؟ هلا بيك. الو الو اسمعك. الو 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 اسمعك اخوي. الو ابو شيماء دا اسمعك. انقطع الاتصال يا ابو شيماء. هاي واحدة من المشاكل اللي الشعب العراقي دا يحكي عليها اليوم. اكو شو العيان يقولون؟ اكو قناصين انتشروا فوق اسطح البناء، فوق سطوح البنايات اللي موجودة بمحافظة السليمانية، واللي تشهد تظاهرات احتجاجية من 4 ايام، تظاهرات تحديدا لشريحة الطلاب، خصوصا لطلاب الكليات اللي يعيشون بالأقسام الداخلية اللي بالداخل سليمانية أو خارج سليمانية، اللي يقولون هي أصلا المنحة الطلابية ما تكفيهم، لأنه اللي يعيش داخل سليمانية يأخذ 50,000 واللي بالخارج يأخذ 100,000. إضافة إلى ذلك هم يعني طلعوا في تظاهراتهم لأنه يقول لك ماكو خدمات داخل الأقسام الداخلية من مستلزمات الشتاء اللي هي التدفئة، النفط، الصابات من غيرها. محمد من أمريكا رجع لنا، حياك الله يا محمد. عليكم. عليكم السلام والرحمة. يقولون إحنا هي هاي الحجارة بالميليشيات ما يريدون يعني علم بالعراق، تدمير العراق من ساته للراسه. هي خطة إيرانية فارسية يقودها يقودوها الأحزاب القذرة من الغرب الى الجنوب. ما يريدون العراق لا بحب ولا بحب، ينهض يريدون العراق مطبخة بيد العجل. نعم. ما يريدون علم بالعراق، شكو دكتور يقتلوه، شكو مهندس كاتلينه، شكو عالم كاتلين. ما يريدون العراق بعلم، يريدون تخلف، يريدون عموما العراق نهي. ما يقول العراق يصير أحسن من الدول، يقوده واحد سني مو دول حشاق الحسالة مع المجتمع جابوهم، كانوا يلمون قواطي بأمريكا وغير أمريكا، كانوا حتاج يلمون عندنا هنا تكرام بالدبالة يلمون قواطي، صاروا يحكمون العراق. ولا كلهم ولاهم لإيران، ليس ولاهم للعراق. لا حشد هير، لا جيش المهدي، لا حزب الله، لا نظام، لا الله ولا محمد. بس أخ محمد يعني اعذرني، احنا ليش نفكر بهالطريقة هاي؟ احنا ما نقول يقود العراق سني او شيعي او كان من يكون او اي طائفة او اي قومية. احنا يهمنا اخويا العزيز اليوم احنا نريد نقضي على هاي القضية، لانه الطائفية ما تجيب خير للعراق، واثبتت انه هذا الشيء او هذا مو طائفية. هاي مو طائفية، مو طائفية بن عمي. الى مو العراق، الى سني قيادي شيعي وليس قيادي. لا اخوي العزيز خلينا نكون واقعين، ابناء العراق من شمال الى جنوب هم عراقيين وهم اخوه وهم متصارين. يعني اعذرني ما راح اقبل هذا. ابن عمي ما راح اقبل هذا الكلام. تقول لي الشيعي مو قيادي؟ لا اعذرني. حتى ثورة العشرين اخويا من 2003 لحد الان، واحنا دا نتفق وياك والشعب متفق وياك انه هذا الظرف طار على العراق وذولا دخلاء على العراق، لكن ما نجي نتهم ابناء شعب نحكي على ابناء شعب. لا احنا اليوم خلينا نقول خليجي، اي عراقي من اي محافظه عراقيه، عندنا 18 محافظه،
18 محافظة ما يكون هذا العراقي ديانته طائفته قوميته بس عراقي؟ هذا اللي نريده. ابن عمي ما سهل القصة يعني، دول جابوهم الحشاك العربان شيء، دول لا لا مو الحكم، دول ضد الشعب، ضد الشعب عمي، ضد الشعب. هي دول مو القيادين، دول مو قيادين، دول قتلة الشعب. نعم. شكرا 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 اخويا محمد. يعني انا هذا اللي قصدته انه احنا يعني ما مقبول انه نتجاوز على اي طائفه من طوائف الشعب العراقي او اي قوميه من قوميات الشعب العراقي. كل طوائف الشعب العراقي وكل قوميات الشعب العراقي وكل جزئيات الشعب العراقي هي على الراس ونتشرف فيها. كان العراق متاخي متاثر، عايشين سوية بسنتهم شيعتهم كردهم عربهم تركمانهم بيزيديهم صابئتهم مندائيتهم كلهم كانوا عايشين سوية. كان العراق يتفاخر انه هاي الفسيفساء اللي مزينته. كانوا يقولون على محافظة التأميم هي العراق المصغر لانه كل قوميات العراق موجودة في محافظة التأميم. لكن ذولا من جوي ذولا جوي جابوا هاي الطائفية، فاحنا ما نريد نفكر مثلهم. لا، ثورة تشرين رفعت شعار لا للطائفية، والعراقيين كلهم رافعين شعار لا للطائفية. فإحنا من نفكر عندنا 18 محافظة من شمال العراق إلى جنوبه، ياهو كان يجي يقود العراق، بس المهم قلبه على هالبلد. علي من الديوانية، حياك الله يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هو ما يقود العراق غير صدام حسين الله يرحمه يقول عنه. ألو وياك أخويا أسمعك. أقول لك هذا اللي يقول هو بأمريكا ويقول طائفية صدام حسين، هم كان يعرف طائفية لو صدام حسين لما استشهد في العراق. أخويا علي يعني خلينا نكون واقعين، زمن النظام السابق بعد راح، صدام حسين توفى، لكن اليوم بدنا نحكي عن وضع العراق اليوم. اليوم احنا ما بعد النظام السابق، ما بعد الاحتلال الامريكي. هذا الاحتلال لما اجى وطب بوش هو ونور المالكي وحسين الشهرستاني واحمد الشلبي وعدنان الباتشاتشي وعدنان الدليمي واياد السامرائي وطارق الهاشمي، وعدوا الشعب العراقي بديمقراطيه، وعدوا الشعب العراقي أن يكون العراق نموذج للعيش والرخاء، وعدوا الشعب العراقي أنه راح يحصل كل حصصه كهرباء وخدمات و و و و و و و هو يوعود. شوف العراق لوين وصل اليوم. علي تسمعني؟ أسمعك. أي نعم تفضل أخوي. والله العراق لا شاف ديمقراطية ولا شاف حرية وما شاف غير الظلم وغير التفجيرات وكل شيء ما شاف العراق من 2002 حد الآن. نعم. ما شاف العراق لا ديمقراطية لا حرية، هي هاي الحرية هي هاي الديمقراطية. هسه هم ما يستحون، هسه ما يستحون يشوفون هذول المتظاهرين والنسوان هاي اللي قدامهم تركض في الشارع. نعم. هي هاي الديمقراطية اللي جونا بيها؟ نعم. نعم شكرا لك اخ علي. احنا المشكله اليوم لما نتعامل ويا الشعب العراقي او الحكومه العراقيه لما نتعامل ويا الشعب العراقي ما اعرف شنو موجود براسها. يعني اليوم ماكو واحد بهم دي يتجاوز عليهم بحيث ان هم دي يسووا هذا. يعني خلي نفكر بها بهالطريقه. هاي التظاهرات اللي صارت على ابواب المنطقه الخضراء، نفسهم اللي هددوا ويقصون اذان المصطفى الكاظمي، نفسهم اللي داسوا صورته بالاحذيه والبساطيل، نفسهم اللي ضربوه بالدرونات، لكن ما سووا وياهم مثل ما سووا ويا ثوار تشرين، ما سووا وياهم مثل ما سووا ويا المحافظات الست المنتفضة أو سحل عزو الكرامة، ما سووا وياهم مثل ما سووا ويا الثوار تظاهرات الطلاب في محافظة السليمانية أو أربيل أو دوق. المشكلة اليوم
يعني إذا نرجع بالزمن اللي ورا بزمن الملكية، أكو تظاهرة مشهورة كل الشعب العراقي سامع بها وكل الشعب العراقي يعرفها، لما كان نوري سعيد رئيس وزراء طلع الشعب العراقي يفتر بالشارع ويصيح نوري سعيد القندرة عذرا، وصالح جبر قيطانة، كل العراقيين يعرفوها. يعني الشعب سب نوري سعيد وحكى عليه، ما ضربه، ما نزل دبابات ولا نزل قناصين ولا نزل الشرطة وضربوه وما أعرف شنو، قال لهم إيش يردون، يردون فلان شي أخذوه. ثاني يوم الصبح قعد نوري سعيد لقى الشعب يفتر بتظاهره ويصيح نوري سعيد شدت ورد وصالح جبر ريحانة، ما قتلهم. إذا نجي بالستينات أو بالسبعينات الشعب العراقي همين طلع والظاهر وضربوا السفارة البريطانية بمولوتوف وشكشقوا العلم البريطاني وسووا اللي سووه، ما انضربوا المتظاهرين العراقيين. أنا ما أحكي بس على العراق، كل بلدان العالم صارت بها تظاهرات. أنتم بنفسكم إذا متابعين بالتلفزيون راح تلقون أنه باليونان مثلا في فترة من الفترات صارت تظاهرات على الفساد اللي صار باليونان، والوزراء ذبوهم بحاوية الزبل قدام الكاميرات وقدام العالم، شالوهم شيل وحطوهم بالحاوية وسدوا عليهم الباب، ما انضربوا. الأرجنتين صارت بها تظاهرات، فرنسا صارت بها تظاهرات، أمريكا صارت بها كل بلدان العالم شافت تظاهرات على مر العصور. بس من 2003 لليوم طلع واحد حكى انضرب قناص، طلع واحد حكى بالعراق طبوا له بالهراوات والسجاجين، طلع واحد حكى انشالوا الله لا يعلم وين يقو، طلع واحد حكى لقوا ثلاجة مال فواكه وخضروات، طلع واحد قال لا اجت دراجة او اجى مطار عليه واحد شايل كاتم ضربه طلقتين وطلع، الثاني قال لا نزل واحد من مطار وطلع مسدس حكومي ضربه طلقتين وكتله بمكانه وطلع، مرة نزلت من سيارتها انقتلت وطلعت لانه ناشطة. بس بالعراق اليوم، بدنا نحكي على العراق اليوم، عراق اليوم هو اللي يعاني هاي المعاناة، عراق اليوم هو اللي يشوف هاي المعاناة، عراق اليوم اللي يعرف البلد بيه خيرات، البلد بيه فلوس، البلد بيه معادن، البلد بيه أشياء جوا القاع لو يستغلوها العراقيين هو من أغنى بلدان العالم، بس شعبه فقير، جهال ما يداومون، مدارس عندنا مدارس صينية، مدارس تمطر الدنيا تفيض وتغرق، مدارس ما بيها جام، مدارس وجامعات ما بيها تدفئة، مدارس وجامعات ما بيها رحلات. وكلكم شفتوا الأخبار بهاليومين المضت، مدراء التربية يقولون الكتب اللي وزعتها الوزارة ما تكفي 50%، ويقولوهم اعتمدوا على الكتب المرجعة. بلد فقير، بلد يعني حتى الأهالي إذا الأب ما لاقي شغل والابن دا يشتغل، وطفل بالشارع تلقيه دا يشتغل على إشارة مرور، لو دا يشتغل ويا خلفه، لو دا يشتغل ويا في ترشي حتى يجيب فلوس الأهله. وأكو جاهل مرة سوى ويا لقاء بالتلفزيون قال لعمي تعبت أنا أركض وراء عيشة أهلي، هو هل قداته؟ ليش بلدنا بحدة اللي دا يعيش هاي المعاناة؟ بسبب كم واحد لا يرضى يهد الكرسي، ولا يرضى يهد المنافع مال الكرسي، ولا يرضى يطي الشعب العراقي حقه. طلعوا ثوار تشرين على كم مطلب، ومطالبهم ما كانت مطالبهم تعالوا اعطونا وزارة، ما كانت مطالبهم تعالوا اعطونا الصفقات، ما كانت مطالبهم تعالوا اعطونا عقود، كانت مطالبهم اعطونا رواتبنا، عرق جبيننا، اعطونا حقوقنا، خدماتنا، مي وكهرباء وغاز وغيرها. محافظات الستة المنتفضة 14 مطلب كان أساسها مثلا إخراج الأبرياء من السجون وإخراج المعتقلات من السجون. تجون على الثوار السليمانية اليوم جدا يردون، يردون نفط وصوبات للسكن الداخلي حتى الطلاب يدفون، لو يريد المخصصات مالته حتى يقدر يتنقل من السكن الداخلي للكلية. بالمقابل اكو مجموعة صغيرة طلعت بتظاهرات وتعرفون كل زين منو دعمها للتظاهرات هذني، ما يسمى الحشد، والله شنو، لانه خسروا بالانتخابات لانه ما راح يحصلون المالات. حارث من انجلترا، حياك الله يا حارث. هلا عيوني، هلا بيك يا الغالي، الله يخليك. هذا ليش تقول لهم وعدنا احنا معاد الجو القاع
ولون هسه يحفروها ويبقوها كلها يخلوها بجوهم. الاجيال القادمه لون ايش راح يحصل لهم؟ نعم. النفط باقوه. ما خلوا شيء ما باقوه. اتبع عندي الشغلات معود. نعم. وهاي اشكرك. حياك الله اخوي حارث. والله ضحكتني، يعني انا اقصد انه هذا البلد اللي كان بنهرين، من يتخيل العراق اللي كان بنهرين العالم كله تحزده، لان من شماله الجنوب اكو نهرين تمشي بيه، اليوم اكو جفاف. النهرين هم راحت ويش القضيه؟ النهرين هم راحت. هو دا اقصد اليوم اكو جفاف فيه. شو بدي احكي لك بال 73؟ نعم. اللي قاعد ببغداد. نعم. وقاعدين الواحد الله يرحمه متوفى. احنا ذاك الوقت نصدر تمر كل العالم. نعم. انا رحت الماليزيا لقيت تمر عراقي. رحت لامريكا لقيت تمر عراقي. قلت له ها صبي شو تقول؟ قال لي والله راح يجي يوم نستورد التمر. قلت له روح شنو نستورد التمر؟ هسه نجي هناك اليوم. صح لو مو صح؟ نعم. طبقة فاسدة عمي كلهم حرامية، إذا شيعة وإذا سنة وإذا يزيدين. نعم نعم. شكرا شكرا لك أخ حارث. مشاهدينا العراق، على ذكر التمر العراقي اللي ذكره حارث، أكثر من 30 سنة العراق مسيطر على عرش الدول المصدرة إلى التمور بالعالم كله. شوفوا لي التمر العراقي اليوم وين، وباوعوا لي بالعراق اليوم إيش قد أكو تمر مستورد. هذا البلد اللي كان بي أكثر من 40-45 مليون نخلة، وانتم قارنوا. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، بنفس الموعد باكر باذن الله. في مال الله.